صرح يعانق بالعلا هام السحاب، يعانق بالعلا هام السحاب. ومدرسة التميز من رباها يشع النور في كل الرحاب. درجت على مقاعدها ربيعا يراعي في يدي ومعي كتابي. ومدرسة التميز من رباها يشع النور في كل الرحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أعزائي طلاب الصف التاسع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن انتهينا أعزائي الطلاب من دراسة الوحدة السابعة، نبدأ اليوم بدراسة الدرس الأول من الوحدة الثامنة، وهي بعنوان المنظمات العالمية. درسنا اليوم أعزائي الطلاب يتكون من ثلاث عناصر رئيسية: أولاً الأمم المتحدة، ثانياً أهداف هيئة الأمم المتحدة، ثالثاً شروط الانضمام لهيئة الأمم المتحدة. وقبل أن نتحدث عن درسنا بالتفصيل، إليكم هذا الفيديو فلنشاهده معاً. نشأت فكرة إقامة منظمة دولية لتعزيز السلام في العالم بعد الحرب العالمية الثانية، فبهدف تجنيب العالم نزاع جديد تأسست عصبة الأمم عام 1919، إلا أنها فشلت في تحقيق هدفها التأسيسي. واستخدم مصطلح الأمم المتحدة للمرة الأولى خلال الحرب العالمية الثانية في إعلان الأول من يناير عام 1942. في ذلك اليوم تعهدت 26 دولة بمواصلة الحرب على دول المحور، أي ألمانيا وإيطاليا واليابان. ووقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 من يونيو عام 1945 من قبل 51 دولة عضو في الأساس، تمثل 80% من سكان العالم. وأصبحت الأمم المتحدة منظمة رسمية في 24 من أكتوبر عام 1945 بعد المصادقة على الميثاق، واتخذت المنظمة من نيويورك مقراً لها. ومن أبرز أجهزة الأمم المتحدة نذكر الجمعية العامة، حيث يتمتع الدول الأعضاء 193 بتمثيل، وهنا تتخذ أبرز القرارات بغالبية ثلثي الأعضاء. مجلس الأمن الدولي الذي تقع على عاتقه مسؤولية صون السلم والأمن الدوليين، ويضم المجلس 15 عضواً، 5 أعضاء دائمي العضوية ويتمتعون بحق النقد، و10 أعضاء غير دائمين. المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو الجهاز الرئيسي لتنسيق الأعمال الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. أخيراً وليس آخراً، الأمانة العامة، وهي مقر الأمين العام الذي تعينه الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الأمن لفترة 5 سنوات. المنظمات العالمية، ما السبب في إنشاء منظمات عالمية؟ أعزائي الطلاب، شهد العالم في القرن العشرين حربين عالميتين، أدت هذه الحروب إلى خسائر فادحة في الممتلكات والأرواح. أول هذه الحروب الحرب العالمية الأولى، والتي بدأت عام 1914 والتي انتهت في عام 1918. الحرب العالمية الثانية، والتي بدأت عام 1939 والتي انتهت عام 1945، والتي راح ضحيتها 50 مليون قتيل. كان ذلك سبباً لإنشاء منظمات لحفظ السلام العالمي. ومن هذه المنظمات الدولية عصبة الأمم التي تم إنشائها عام 1919، وكان الهدف منها هو تحقيق السلام العالمي، ولكنها فشلت في تحقيق هذا الهدف. ما السبب؟ السبب واضح جدا، وهو قيام الحرب العالمية الثانية. وبعد الحرب العالمية الثانية تم إنشاء منظمة أخرى، وهي هيئة الأمم المتحدة عام 1945، وكان الهدف الأسمى لها هو أيضا تحقيق السلام العالمي وحل المنازعات بين الدول بالطرق السلمية وتجنب العالم ويلات الحروب. وإليكم أعزائي الطلاب
بعض الأسئلة على الفقرة الأولى من الكتاب المدرسي صفحة 167 ثم أجب. السؤال الأول: عرف المنظمات الدولية والتي منها عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة. تعريف المنظمات الدولية: هي هيئة يشترك فيها عدد من الدول للقيام بمجموعة من الأعمال ذات الأهمية المشتركة. ومن هذه الأعمال ذات الأهمية المشتركة بين الدول هي حل المنازعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء للحروب ودعم التعاون الثقافي والاقتصادي والاجتماعي بين دول العالم. تعريف المنظمات الدولية مهم جدا أعزائي الطلاب، نركز عليه جيدا. السؤال الثاني: لماذا شهد العالم في القرن العشرين حربين عالميتين؟ السبب هو التطور الهائل في صناعة الأسلحة وما يعرف باسم سباق التسلح. قد قامت كثير من دول العالم وخاصة الدول الكبرى في تطوير أسلحتها وصناعاتها الحربية، ولذلك نشأت وقامت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، والتي كانت أشد شراسة وفتكا من الحرب العالمية الأولى. علل: فشل عصبة الأمم في حفظ السلام العالمي. لماذا فشلت؟ تحدثنا عنها قبل قليل، والسبب واضح جدا، وهو قيام الحرب العالمية الثانية عام 1939. ننتقل إلى جزئية أخرى أعزائي الطلاب، وهي في صيغة أسئلة أيضا، وهي شعارات لمنظمات دولية أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. حاول عزيزي الطالب التعرف على هذه الشعارات. الشعار الأول لمنظمة أنشئت عقب الحرب العالمية الأولى عام 1919 وفشلت في تحقيق الهدف منها. بالتأكيد الإجابة واضحة جدا، وهي عصبة الأمم التي فشلت في تحقيق الهدف منها عام 1919. الشعار الثاني لمنظمة أنشئت عقب الحرب العالمية الثانية وهي هيئة الأمم المتحدة عام 1945. ننتقل إلى جزئية أخرى أعزائي الطلاب، وهي مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945. اجتمعت الدول الثلاث الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا في مؤتمر، وهو مؤتمر يالطا، وكان الهدف منه إقرار السلام في أوروبا وتقسيم ألمانيا الكبرى بعد هزيمتها في الحرب العالمية. وتم العمل رسميا في هيئة الأمم المتحدة التي تم إنشاؤها في عام 1945. 24/10/1945 بدأ العمل رسميا في الأمم المتحدة. ومؤتمر سان فرانسيسكو من المؤتمرات المهمة جدا، والذي كان نواة لإنشاء هيئة لحفظ السلام العالمي، وهو الذي موجود أمامكم في الصورة، هو مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945. ننتقل إلى جزئية أخرى أعزائي الطلاب، وهي انضمام دولة الكويت إلى هيئة الأمم المتحدة. في أي عام انضمت دولة الكويت للأمم المتحدة؟ في 14 مايو لعام 1963. وأمير دولة الكويت الذي رفع علم الكويت في هيئة الأمم المتحدة هو الشيخ صباح الأحمد عام 1963. نركز جيدا أعزائي الطلاب، للعام الذي انضمت فيه دولة الكويت إلى هيئة الأمم المتحدة 1963. وأمير دولة الكويت الذي رفع العلم في الأمم المتحدة عام 1963 هو صاحب السمو أمير بلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ننتقل إلى جزئية أخرى، أهداف هيئة الأمم المتحدة. للأمم المتحدة أهداف أعزائي الطلاب يجب أن نركز عليها جيدا. الهدف الأول هو المحافظة على السلام والأمن في العالم وحل المنازعات بين الدول بالطرق السلمية وعدم اللجوء للحروب كوسيلة لحل الخلافات. الهدف الثاني
تنمية العلاقات الودية بين الدول. الهدف الثالث تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. للإنسان حقوق وحريات يجب تعزيزها واحترامها من قبل دول العالم. إذن نخلص من هذه الجزئية أعزائي الطلاب أن للأمم المتحدة أهداف تسعى إلى تحقيقها: المحافظة على السلام والأمن في العالم، 2 تنمية العلاقات الودية بين الدول، 3 تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وللأمم المتحدة شروط انضمام لهيئة الأمم المتحدة. الشرط الأول أن تكون الدولة مستقلة ذات سيادة وغير محتلة ولا تخضع لأي شكل من أشكال الاستعمار أو الاحتلال. 2 أن تتعهد الدولة بتنفيذ قوانين هيئة الأمم المتحدة. 3 تحرص الدولة على حفظ السلام بين الدول. هذه شروط انضمام لهيئة الأمم المتحدة، وتحدثنا قبل قليل عن أهداف هيئة الأمم المتحدة. أعزائي الطلاب، هذه الجزئيات مهمة جدا نركز عليها أيضا. مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945. يعتبر هذا المؤتمر من المؤتمرات المهمة لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، حيث اجتمعت فيه 50 دولة مستقلة وقعت على هذا الميثاق. عدد الدول العربية التي وقعت على هذا الميثاق 5 دول عربية. كم عدد مواد هذا المؤتمر الذي أقر ميثاق الأمم المتحدة؟ يتكون من 111 مادة. المقر الدائم للأمم المتحدة مدينة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي مدينة نيويورك، وتضم 6 أجهزة رئيسية. لكل جهاز من هذه الأجهزة مهام وأهداف وبرنامج محدد للعمل عليه. والآن أعزائي الطلاب، بعد أن انتهينا من درس اليوم، إليكم بعض الأسئلة المتعلقة بدرس اليوم، وهي كالتالي: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها مما درست. السؤال الأول: تم إنشاء هيئة الأمم المتحدة في عام، أذكركم بها أنها هيئة تم إنشاءها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أنها أنشأت في عام 1945. السؤال الثاني: انضمت دولة الكويت للأمم المتحدة في عام، في أي عام أعزائي الطلاب انضمت دولة الكويت للأمم المتحدة؟ في عام 1963. السؤال الثالث: عدد الدول العربية التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة 5 دول عربية. السؤال الذي يليه: هيئة يشترك فيها عدد من الدول للقيام بمجموعة من الأعمال ذات الأهمية المشتركة بين هذه الدول تسمى المنظمات الدولية. السؤال الذي يليه: المقر الدائم لمنظمة الأمم المتحدة مدينة تسمى، وهي مدينة بالولايات المتحدة الأمريكية. الإجابة أظن واضحة جدا، وهي مدينة نيويورك. السؤال الأخير: الشعار الذي أمامك لمنظمة عالمية تسمى، أذكركم أيضا بهذه المنظمة، وهي منظمة أنشئت عقب الحرب العالمية الأولى وفشلت في تحقيق السلام العالمي، بالتأكيد هي منظمة عصبة الأمم المتحدة، والتي أنشئت عام 1919. وبهذا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من درس اليوم، وسوف نتحدث عن الدرس الثاني في المرة القادمة إن شاء الله، نتحدث فيها عن الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، والتي منها مجلس الأمن ومجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والجمعية العامة إن شاء الله في الدرس القادم. لكم مني كل الأماني بالتوفيق والنجاح أعزائي الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.